مساء الخير على حضراتكم، اهلا بيكم معانا حلقه جديده من حلقات برنامجكم ليوم الثلاث 23/5/2023. عايز اكلمكم عن حاجه ربما تبدو غريبه شويه، لكن الحقيقه احنا بنعتمد عليها كثيرا، بل بالعكس احنا فرع منها. يعني الاعلام تفرع من الصحافه، و حينما بدأت الكلمة وبدأت فكرة الإعلام أن تعلم الآخرين بالشيء أو أن تعلم الشعب بخبر أو بقرار أو بقانون، بدأت من الصحافة، لأن الصحافة هي الأقدم وهي الأقدر الحقيقة، وهي الأكثر شعبية على مدار عقود طويلة. طبعا لما جه الراديو انتزع جزء من شعبية الصحافة، لأن كان في إحنا في بلد فيها نسبة أمية عالية، خصوصا مع بداية الراديو في العشرينيات من القرن الماضي، وكان في الإذاعات الأهلية وكانت كلها موجهة، وما كانتش يعني تقدر تعرف بالظبط اللي بيتقال ده مظبوط في المصلحة ولا ده بيتبع أجندة معينة، وكانت الشعب يعني على نسق الطرفة بتاعت، يعني هو انت بتكتب يابا من غير قلم، قال له يعني كان عمك اللي بيعرف يقرأ، كان الشعب كمان معظمه ما بيعرفش يقرأ، فكانت الحكاية ملخبطة، وكانت الثقافة عزيزة ونادرة، ولذا كانت الفئة المثقفين دول يعني كانوا بيدوروا عليهم بصعوبة ويحطوهم في مناصب عالية، وأساتذة الجامعة بقى ما بالك، والكتاب. ونرجع هنا لأهمية وعظم وقيمة وأمانة الكلمة. مشيت بينا الأيام ودخل معانا التلفزيون، وتركن التلفزيون ودخل الفيديو، وتركن الفيديو ودخل الدي في دي، وتركن الدي في دي ودخل الفلاش ميموري، وتركن الفلاش ميموري ودخل شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، دخل معاها اليوتيوب، ودخل معاها تطبيقات فضاء اجتماعي جديدة يمكن أن تستلب حياة الإنسان بالكامل وتوجهه بقى على مزاجها. قناة تلفزيونية الإخوان بيدفعوا فيها نسبة تصل إلى 30%، تلاقيها مستلمانة بما يسمى بترند، هي البي بي سي ما معروفة، يعني ما هيش حاجة مش لسنا يعني نزيع سرا يعني، وتلاقي الترند بتاع هذه القناة لا يهتم إلا بمن قبض عليه في مصر وبتعليقات الناس، قال يعني هي تعليقات الناس اللي حرضته إن هو يعمل البرنامج، لكن الحقيقة هو البرنامج كله يشكل هجوم على مصر. بس الحقيقة مصداقية فكرة الرأي والرأي الآخر برضو في محك، وفي محك كبير. وسط كل ده ووسط إقبالنا على مخطط شرس اسمه الميتافيرس، ميتافيرس لو حياتك فتحت الواتساب بتاعك هتلاقيه اتغير، ما بقاش اسمه واتساب بقى اسمه ميتا، والفيسبوك بقى تابع ميتا مارك زوكربيرج. ميتا ده هيعمل بقى فيرس، هيعمل كون جديد، هيعمل قدرة ان حضرتك تلبس النظارة دي اللي انتوا بتشوفوها في بعض الاعلانات وبعض المسلسلات كده بيجربوها يعني، لكن هي الحقيقة هتعيشك في مكان تاني، في عصر تاني، في شخصية تانية، تلبسك لبس تاني، تقعدك وسط الناس، تقعدك فوقيهم، وتحيا عالمك الافتراضي بالكامل دون الاحتياج او الرجوع. يمكن ما تسيبش النظارة غير وقت ما تكون عايز تاكل مثلا، او يمكن تعرف تاكل برضو لو تعرف طريق بقك يعني، وانت مع النظارة وتشرب تخش الحمام، يعني النظارة معاك 24 ساعة في 24 ساعة. يبدو في ظاهره انه براق وجميل، لكنه في الحقيقة لا يناسب الا الفشل والمحبطين في الحقيقة، لانه هياخدك من عالمك، هياخدك من اهلك، هياخدك من بيتك، هياخدك من جيرانك، من أصحابك، من قرايبك، ويعيشك بالكامل في عالم افتراضي ربما يستطيع في يوم من الأيام أن يأمرك بفعل ما، وقد يكون هذا الفعل أن تقتل نفسك
بعد أن تتخلص ممن حولك. وده مش جديد، بالعكس كل الألعاب الإلكترونية اللي بتاخدنا في الحدفة دي كان تأثيرها على كتير من أولادنا تأثير رهيب، لدرجة أنه بالفعل بتصلنا وبنحقق وبندور وبنحاول نصل إلى أسباب جرائم الانتحار والقتل وتنفيذ الأوامر مسلوب الإرادة. النهاردة هنحاول نحط إيدينا على نقطة من نقاط استعادة الصحافة لقيمتها الكبرى وعودتها لعرشها الحقيقي، الكلمة. الكلمة هيكون معانا النهاردة في حوار خاص وحصري لاستوديو مساء الخير الكاتب والصحفي الكبير الدكتور مدحت رشدي، الذي حصل على الجائزة الأولى للصحافة المصرية اللي سلمت له بجريدة أخبار اليوم في احتفال كبير جدا ووسط يعني سعادة كبيرة من زملائه وأبنائه. والحقيقة الجائزة منحت للدكتور مدحت عن الانفراد بملف كان بعنوان الهروب الكبير وكشف المستور في الجبلية، تتويج رقم 12 لصاحبه، تكريم كبير وسط تكريمات أخرى كثيرة. والدكتور مدحت رشدي لمن لا يعرفه هو مؤسس القسم الرياضي في بوابة أخبار اليوم ورئيسه الأسبق وأحد مؤسسي بوابة أخبار اليوم، وهو المحاضر ومدرب الصحافة والإعلام المنتدب من المؤسسة بالجامعات المصرية. خلينا ننتظر لما يشرفنا دكتور مدحت ونتحدث معاه عن مشواره وعن هموم الصحافة والكلمة بشكل عام في بلدنا وفي منطقتنا بشكل أكبر. خلونا نبتدي بأخبارنا ونبدأها من افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية اللي كانت محور حديثنا في فقرة الحوار بالأمس، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية والمؤسسات المختلفة إقليميا وعدد كبير جدا من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وممثلي القطاع الخاص. يصل المشاركون عددهم إلى 4000 شخصية تمثل 82 دولة. الرئيس في الكلمة أعرب عن تقديره للدور المحوري اللي بيقوم به البنك في دعم قضايا التنمية بالقارة الإفريقية. تعالوا نشوف كلمة السيد الرئيس في هذا الافتتاح ونرجع مع حضراتكم. Thank you very much. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الفخامة رؤساء الدول الإفريقية الشقيقة، السادة رؤساء الحكومات والمنظمات الدولية ومحافظي البنوك المركزية، السيدات والسادة الحضور، ضيوف مصر الكرام، إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم في مدينة السلام شرم الشيخ التي تشرف باستضافة الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي 2023، وهي الاجتماعات التي حرصت مصر على استضافتها على أراضيها للمرة الثالثة، تأكيداً على بلغ اهتمامنا بتعزيز المساعي الدولية والإقليمية الداعمة لجهود التنمية في جميع ربوع قارتنا الإفريقية. السيدات والسادة، لا تخفى عليكم التحديات المتصاعدة والمتشابكة التي تواجهها دول العالم، فمع ظهور بوادر التعافي من الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي، جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية والتوترات السياسية الدولية لتضيف إلى المشهد العالمي تعقيدات غير مسبوقة تظهر آثارها في اضطرابات حادة في سلاسل التوريد العالمية وموجات تضخمية جارفة. ولقد انعكس هذا المشهد بشكل أكثر قوة على اقتصادات الدول النامية وعلى رأسها اقتصادات دول القارة الإفريقية التي تعاني في الأصل من تحديات داخلية عدة،
مما يتطلب أفكاراً غير تقليدية للبحث عن حلول تمويلية تساهم في دفع عجلة المشروعات الأكثر إلحاحاً، خاصة في مجالات مواجهة تحديات التغيرات المناخية والتنمية المستدامة. ويكفي في هذا الصدد الإشارة إلى حجم بعض الاحتياجات التمويلية لدول القارة الإفريقية طبقا لتقديرات الأمم المتحدة وبنك التنمية الإفريقي. ونذكر منها على سبيل المثال للحصر 200 مليار دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، 144 مليار دولار سنويا لمعالجة الآثار السلبية لجائحة كوفيد 19، 108 مليارات دولار سنويا لتمويل مشروعات تهيئة ورفع مستوى البنية التحتية. وهنا تبرز أهمية هذه الاجتماعات ودور بنك التنمية الإفريقي في توفير الحلول التمويلية الملائمة لاحتياجات دول القارة التي تحقق المعادلة الصعبة بين توفير التمويلات الضخمة اللازمة لتحقيق التطلعات التنموية من جانب، وخفض مخاطر هذه التمويلات من جانب آخر، عن طريق بناء هياكل مالية مناسبة تحفز المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف على ضخ المزيد من الاستثمارات في شرايين الدول الإفريقية. كما أغتنم هذه الفرصة لدعوة المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف إلى إعادة النظر في المعايير والشروط التي تؤهل الدول للحصول على قروض ميسرة، بحيث تكون متاحة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل على حد سواء، خاصة في ظل تصاعد تكلفة الاقتراض وزيادة أعباء خدمة الدين وما له من انعكاسات سلبية على الموازنات المالية لتلك الدول. السيدات والسادة، إن إشكالية التغيرات المناخية وتداعياتها السلبية لا تنحصر في نطاق دولة دون غيرها أو إقليم بعينه، وإنما هي قضية وجودية ينبغي أن تأتي على رأس الأولويات الاستراتيجية لجميع دول العالم. وعلى عكس ما قد يعتقده البعض، فإن الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية تتزايد على الدول الأقل نمواً، وهو ما يظهر بوضوح في دول القارة الإفريقية، حيث تؤدي هذه التغيرات إلى ارتفاع معدلات الجفاف واتساع رقعة التصحر وتراجع إنتاجية المحاصيل الزراعية. دكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، زي سيادتك. أهلا بسعادتك يا فندم. يعني المناقشات الخاصة باجتماعات بنك التنمية الإفريقي في هذه الدورة الحالية، يعني أكتر ما يشغلنا بالطبع هو كيفية تحقيق استفادة قصوى لمصر من اجتماعات هذا البنك. والله يا فندم، هي الدبلوماسية الاقتصادية المصرية برئاسة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبأجنحتها المختلفة من وزارة الخارجية، وزارة التعاون الدولي، البنك المركزي المصري، وزارة المالية، دايما بتسعى لأولا التحرك عبر دوائر مصر الاستراتيجية، سواء الدائرة العربية، الدائرة الإفريقية، دائرة الجنوب المتوسط، أو الدائرة الأوسع اللي هي بتشمل أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، دايما أجل تحقيق المصالح الاقتصادية المصرية، من أجل توفير تمويل لبرامج التنمية الطموحة، ومن أجل زيادة التصدير. لو بنتكلم على يعني اجتماعات بنك التنمية الإفريقي، فهو بيأتي يعني امتداد لعمل الدبلوماسية الاقتصادية المصرية. والنهاردة سيادة الرئيس في الكلمة بتاعته حدد الاحتياجات التمويلية الإفريقية اللي مصر جزء منها، واللي طبعا بنك التنمية الإفريقي مع غيره من البنوك الدولية متعددة الأطراف بيقع عليه عبء تمويلها. أولا احنا محتاجين 200 مليار دولار سنويا ده لتحقيق التنمية المستدامة كأفريقيا، محتاجين 144 مليار دولار سنويا لمعالجة أثار كوفيد 19، محتاجين 108. بالنسبة لمصر يا دكتور، أنا كنت بسأل حضرتك عن إمكانية استفادة مصر من هذه الاجتماعات. أكيد. ممكن أكيد هي. إيه قروض، منح، استثمارات، إيه بالظبط اللي ممكن يعطى لمصر؟ هو بداية بنك التنمية الإفريقي
تعاون مع مصر مثلا في حاجات كتير، يعني من ضمنها ان هو اصدر ضمانه ب 305 مليون دولار لمصر من اجل دخول سوق المال الصيني، ده باليوان، بعمله الصين الوطنيه اللي هي اليوان. وده سابقه ما حصلتش من قبل في القاره الافريقيه. عندنا المنصه المصريه للمشروعات الصديقه للبيئه ومشروعات التحول الاخضر، منصه موفي. وهذه المنصه الحقيقه هي يعني احنا كنا دايما بنشتكي من انه الجهات التمويل الدوليه بتعزف عن تمويل المشروعات صديقه للبيئه، ولكن ده كان لسبب، لانه هذه المشروعات ما كان جزء منها ما كانش مجدي اقتصاديا. في هذه المنصه بتسعى لتعريف الجهات التمويل الدوليه بالمشروعات المصريه ومدى جدواها الاقتصاديه من اجل تمويلها. عندنا مثلا المبادره المصريه اللي اعلنها وزير الماليه، واللي هي المفروض ان هي يتم اطلاقها في يونيو 2023، وهي مبادره تحالف الديون المستدامه. هي هدفها يعني حصول الدول الافريقيه على تمويلات ميسره ومنخفضه التكلفه للمشروعات الخضراء. ده لانه يعني مثلا عندنا في 2010 كان الدول الافريقيه بتنفق حوالي اقل من 5% من ايراداتها لخدمه القروض الاجنبيه. النهارده هي او في 2021 وصل 16.5%، وده اعلى. هو ده برضو بيخلينا نتعجب ونتساءل يا دكتور عن انه يعني لماذا وضع بنك التنميه الافريقيه هذا العنوان لدورة هذا العام اللي هو النمو الأخضر وتمويل المناخ، وهو يعرف أن كثير من دول قارته يعاني من الجوع أصلا. يعني لسه على موضوع المناخ ده لسه شوية حلوين، يعني لما الناس تاكل بس. لا بالعكس يا فندم، هو أحد أسباب أولا فكرة المناخ هي فكرة المشروعات صديقة البيئة. الإنسان في أفريقيا محتاج لمشروعات صديقة البيئة، لأنه إحنا عارفين مخاطر التلوث البيئي ومخاطر الـ يعني الـ المشروعات اللي هي بتؤدي لانبعاثات كربونية عالية. ده أولا. ثانيا وهو الأهم، إنه أحد أسباب الجفاف هو التغيرات المناخية. يعني مثلا النهاردة إحنا بنقول إنه الجفاف في افريقيا نتيجه للتغيرات المناخيه ده ادى الخسائر في الاعوام الماضيه تجاوز 70 مليار دولار. أي. افريقيا محتاجه لمشروعات صديقه البيئه ومشروعات تحسن البيئه ومشروعات اقتصاديه، يعني مشروعات تحول اخضر تقدر بقرب 3 تريليون دولار لغايه 2030. ده لانه يعني احنا مثلا لو نرجع لقمه المناخ كوب 27 اللي حصلت في شرم الشيخ، هنلاقي انه هذه القمه من ضمن يعني منجزاتها ان هي اعلنت عن تكوين صندوق لتعويض الخسائر. ايوه طبعا، خسائر الكربون. بالظبط. احنا بنتمنى بس انه هذا الخط يعني يمد على استقامته، واحنا هنستمر بعد اذن حضرتك في متابعه جلسات هذا الحوار واجتماعات دوره البنك الحاليه مع حضرتك حتى يوم 26. بشكرك يا فندم دكتور ايمن غنيم، الاستاذ بكليه اداره الاعمال بالجامعه الامريكيه، شكرا جزيلا. ومن نفس الاحتفالية شاهد الحضور وكان معهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا عن تاريخ الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية اللي بتستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ من 22 ل 26. نشوف جزء ونرجع مع حضرتك. It waits for no one. It keeps moving. لا يتوقف عندما يتعلق الأمر بتغيير المناخ. نحن ليس لدينا الكثير من الوقت، لقد حان الوقت، فالعالم ليس لديه متسعا من الزمن لتغيير مسار الاحتباس الحراري، حيث أن أفريقيا تبقى من أكثر المناطق تضررا من ارتفاع درجات الحرارة من أكثر من أي مكان آخر في كوكب الأرض. أصبحت المخاطر والتحديات كثيرة، وهي لا تتجاوز 3% من حجم الانبعاثات الدولية. أفريقيا تختنق. أفريقيا
يجب أن تحظى باهتمام أكبر، ويجب أن نقوم بالكثير وبتعبئة الموارد التي تحتاجها أفريقيا بشكل كبير. في الوقت الذي تزايد فيه حجم استثمار القطاع الخاص، فإن مختلف الاستثمارات منخفضة الكربون وموارد القطاع العام تبقى غير كافية من أجل تحقيق الانتقال، ومن أجل أن تكون هناك أنظمة غذائية وزراعية محلية صحية. بالإضافة إلى دعم العمل المناخي، فأفريقيا في حاجة إلى 133 مليون دولار سنويا من استثمارات في الطاقة النظيفة لتحقيق هذه الأهداف. وقد أصبح المواطنون في كينيا يتمتعون بالتيار الكهربائي، وهناك الكثير من المزايا التي تمثل بعضها في الاستجابة السريعة للتحديات التي تواجهنا. وقد أثر هذا إيجابا على مشروعات توليد الطاقة عن طريق الطاقة النظيفة المنبثقة عن الرياح. وقد حان الوقت من أجل التكيف مع مختلف الكوارث الطبيعية. لم نكن نتخيل أبدا بأننا سوف نصل إلى هذا الحد، إن معرفتنا تتزايد وإن كان القيام بالكثير من الأشياء. حان الوقت لحجم وتعبئة موارد كبيرة من أجل تنفيذ. يعني طبعا إنجازات كبيرة بيشير إليها الفيلم التسجيلي، وهي إنجازات إفريقية ممكن الواحد متفرج عليها يفرح ويحس إنه الوضع مش بهذه القتامة وهذا السواد من الأخبار اللي بتصلنا، أن دول إفريقيا وخاصة الوسط والقرن ما يسمى منطقة القرن الأفريقي كلها حرب ودم وهروب وبهدلة. فكويس انه في مشروعات، وانه استطاع هذا البنك انه يضيف مشروعات، وهي كمان ايضا مشروعات صديقة للبيئة ومشروعات تساعد الناس على الحياة بشكل افضل. طبعا كالعادة يستثمر الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه اللقاءات الكبيرة لعقد عدد من المشاورات واللقاءات المفيدة لمصر سياسيا واقتصاديا. النهاردة الرئيس مع قادة ورؤساء الدول والمؤسسات المشاركة في اجتماعات مجموعة البنك الأفريقي للتنمية التقى موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بخصوص أبرز الملفات المطروحة على أجندة الاتحاد، خاصة ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي، الاندماج الإقليمي، السلم والأمن، والإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي. ايضا التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جيرفي نادير اكوبوكا رئيس وزراء جمهوريه بوراندي. الجانبين خلال اللقاء اعربوا عن رضاهم عن المستوى المتميز اللي وصلت اليه العلاقات الثنائيه بين مصر وبوراندي على مستوى التنسيق والتشاور السياسي. التقى ايضا الرئيس السيسي في شرم الشيخ اليوم مع السيده تشيليشي كابيبوري سكرتير عام منظمة الكوميسا، طبعا دي منظمة اقتصادية كبيرة جدا. اللقاء تناول تعزيز سلاسل التوريد الإقليمية بين دول الكوميسا وتعظيم التكامل الصناعي وزيادة الاستثمار في البنية التحتية العابرة للحدود، مشروعات الربط والتركيز على التعاون في مجالات التحول الرقمي. الرئيس عقد لقاء أيضا مع السيدة ناردوس بيكيلي توماس المدير التنفيذي لوكالة الاتحاد الافريقي للتنمية نيباد، والاجتماع كان لمتابعة الموقف التنفيذي لأولويات الرئاسة المصرية الحالية لنيباد واللي بتمثل الزراعة التنموية للاتحاد الافريقي في الفترة من 23 ل 25. تكون مصر رئيسا للنيباد ولها أفكار ومشروعات وأولويات تريد أن تحققها. أيضا التقى الرئيس مع الرئيس إيمرسون مانجاجوا رئيس جمهورية زيمبابوي، وأكد الرئيس الأهمية اللي بتوليها مصر لتعزيز العلاقات التي تربطها بشقيقتها زيمبابوي في مختلف المجالات خصوصا التبادل التجاري والاستثمار. أخيرا التقى الرئيس مع الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الافريقي حول التباحث لتعزيز العلاقات بين مصر وجزر القمر على مختلف الأصعدة. ممكن نشوف نشاط السيد الرئيس اليوم بشرم الشيخ وبعده فاصل قصير وارجع لكم نكمل اخبارنا.
افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ تحت شعار تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الافتتاح شهد مشاركة عدد من السادة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية الشقيقة والمؤسسات الإقليمية المختلفة، بالإضافة إلى عدد كبير من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وممثلي القطاع الخاص والأكاديميين وشركاء التنمية من الدول الأعضاء في مجموعة بنك التنمية الإفريقي. وقد ألقى السيد الرئيس كلمة بهذه المناسبة أعرب خلالها عن التقدير للدور الحيوي الذي يقوم به بنك التنمية الإفريقي في دعم قضايا التنمية بالقارة الإفريقية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتنامية على المستوى الدولي. كما أكد السيد الرئيس أن مصر مستمرة في دعمها لدفع جهود تحقيق التنمية الاقتصادية لدول القارة الإفريقية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس التقى على هامش الاجتماعات بالرئيس عثمان غزالي رئيس جزر القمر الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، حيث ناقش الرئيسان جهود الاتحاد الإفريقي في تعزيز الاستقرار والتنمية وتسوية النزاعات ومواجهة آثار التغيرات المناخية في إفريقيا، فضلاً عن التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر وجزر القمر. كما التقى السيد الرئيس مع الرئيس إميرسون مانانا جاجوا رئيس زيمبابوي، حيث بحث الرئيسان كيفية تفعيل أطر التعاون الثنائي بين الدولتين الشقيقتين. والتقى أيضا السيد الرئيس مع رئيس وزراء بوروندي جيرفي نادير أكوبوكو، حيث تم التطرق إلى الملفات الإفريقية المطروحة على الساحة وتأكيد مواصلة جهود الدولتين لتعزيز آليات التعاون الثنائي في ظل العلاقات الثنائية المتميزة بينهما. وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس التقى كذلك مع كل من السيد موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. والسيد ناردوس بيكلي توماس الرئيس التنفيذي لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية نيباد، والسيدة تشالشي كابويبوي الأمين العام لمنظمة الكوميسا، حيث ركزت اللقاءات على بحث سبل تدعيم عمل وفعالية أجهزة الاتحاد الإفريقي ووكالاته ومنظماته ودفع جهودها لتحقيق وحماية مصالح الشعوب الإفريقية.